يعطى العيال وخلف العيال، زي ما كل واحد جاي الدنيا عشان يخلف عيال، أكل عيال، يلبس عيال، ويعلم عيال. إيه يا أخوخة مالك؟ ده وقته عشان تهكعي، خلي عندك أصل وكملي معايا المشوار. انجدي مين؟ تعال انجدين، انا اللي عايز النجدة. الكبس بتاع الهوا يظهر انه شديد قوي يا ابني. الله يكرمك، فوق لي بقى، ده خامس شنبر تفرقعهولي في يومين. اقسموا عليه يا اخي، حرام، ده اصيل وابن حلال ومليان صحه، لا يمسك عجله النقل الهلومه يفكها في دقيقه، بس عيبه حكايه السرحان دي. خد ركب الشنبر ده. حاضر، الامر لله. راحة جاية. اصل يا سيدي في عيلين هربانين من الحكومة وبيدوروا عليهم، خميس وجمعة اللي بتكتب عنهم الجرايد. خميس وجمعة مين؟ انا ما بقراش جرايد. العيال اللي قتلوا الراجل الغاني بتاع الزمالك وهربوا من الحارس بتاعهم. شغلانة كده عاملة زي حكاية ادهم الشرقاوي، بقت حدوتة. الاستبن جاهز. حطه في الشنطة. حاضر. كام يا اسطى؟ 25 قرش. اتفضل. الهوا وحياة ابوك عشان ازود العجلة. قليل. مع السلامة يا اسطى. ايدك وخدها. تشكر يا اسطى. يخليك، شوية مية للواد. حاضر.